شلون وافقوا يطلعونه وهو بهالحاله؟ شوك تبي كذي؟ وعياله وافقوا؟ على قولة شوك تقول مو فارقه معاهم، يبونه يموت اليوم قبل باكر عشان الورث. البيت مجهز؟ ايه. زين ليش يصير كذي عاد ليش؟ بصراحه شوك هالايام مو قادر افهمها. مو انت بعد شكلك تعبان ومن وقتها انت مو نايم، امشي علشان ترتاح. لا لا بروح بيت عمتي. عزيتها؟ المره مسكينه ترى حالتها وايد صعبه. بالنهايه ترى اخوها. أمون امشي الحين خليني أوصلك وبعدين نشوف أنت شلون ترجع بيتكم. الله يكون بعونها. متعاطف حتى مع اللي ذبحت أبوك؟ أنا أعرفه وأعرف أبوي. أنا هذا لو ما كان أبوي كان أنا من زمان. لا 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 مو صحيح اللي تقوله. تدري ليش؟ لأنك أنت إنسان جميل. حتى عدوك ما تحاربه. عاد أقول لك شيء، أبيك تطلع من حزنك بسرعة، ترى قدامنا شغل وايد وقدامنا مستقبل أنا وياك. على فكرة نسيت أقول لك، ترى وقعت مع ناجي العقد ب3,200,000 وهذا راح يكون مستقبلي أنا وياك. دانا خلاص عاد مو وقته. إن شاء الله. حاضر. أنا آسفة، آسفة إني أزعجتك، سامحني. إيه الحين ما شاء الله ويا هكرانت شكلك تحسن. الحمد لله رب العالمين. عادان أسبوع اللي طاف لا تشوف الصار فيني يا أبو ظاري، ما أقدر أنام الليل بس أحاتيك، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. وجد وجد. لا لا أبو ظاري لا تتكلم، لا ترهق نفسك، الدكتور ما يرضى. ارتاح ارتاح. عيالي عيالي. والله عيالك يا ابو ظاري ما اعرف شو اقول لك، ما ابي اضايقك يعني، بس ما شفناها من يوم المستشفى. اخر مره ظاري شفتها بالمستشفى، لا دق ولا سال. وجد ابو ظاري وجد بالسجن، بنتك قاتله مجرمه، انت نسيت؟ قتلت ابوي، بس انا بنت اصل واحده غيري ما تقعد لك ولا دقيقه. بس تعرف انا احبك، ما اقدر اتخلى عنك ابو ظاري. وهذه الثانية بعد ما سألت عنك. يا أبو ظاري يا حبيبي، الناس ما فيهم خير، بس تضعف وتحتاجهم يوخرون عنك ولا يسألون فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو ظاري حبيبي، الجماعة من المكتب يبي لك أوراق يبونك توقعها. عم مصطفى المدير المالي موجود برا، إذا تبي تشوفه أنت تقدر توقع. بحش نسوي هذا الشغل؟ أنا الصراحة خايفة على شغلك، ما بيتأخر ولا يوقف. حك حبيبي تفضل. تفضل. هذا القلم. أيوة اللي ذكين يريح لك. شوية بس بأذنك شوية.